حكم تارك الصلاة جحودا أو تكاسلا؟ القتل جحودا وتكاسلا، القضية دي مختلفة عندي. بمعنى؟ لا، هو بيتكلم عن الحد يعني. هل حكم تارك الصلاة جحودا أو تكاسلا القتل؟ لا، في خلاف في الاثنين، هو خالط القضيتين مع بعض. طب تفضل يا شيخ حسن. قضية الجحود في هذه المسألة يعني، وعلى كلا الرأيين هناك خلاف بين العلماء، منهم من يرى القتل حدا، ومنهم من يرى القتل كفرا، ومنهم من يرى لا أن ينصح إلى أن يموت، ونحن نميل إلى هذا الرأي. ينصح؟ يدعى 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 إلى أن يموت. إلى أن يموت.